مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. اقولوا لي مبارك مسعود، مش مول الحدث مبارك. اقولوا لي مبارك مسعود، جاتني الشهاده. انا عمري ما اخذت الشهاده في حياتي، كنت كسول، كنت انا دائما ساقط، بقيت نسقط 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 يشرعوا عليا. ولكن الحمد لله مع اليوتيوب ما علاش ما عندي. انا نوريها لكم انتم تشوفوا. قلت لكم انا قلت لكم غتجي غدا، هي جات اليوم، انتم غتشوفوها بعينيكم. وقولوا لي مبارك مسعود، قولوا لي مبارك مسعود، عليكم تضربوني بالعين، عليكم تضربوا بالعين، يحرقوا لي القناه. انتم قولوا لي مبارك مسعود، قولوا لي مبارك مسعود. قال لك بقع السبان، نسبو، قال لك ايوا ها هو السبان، عطانا شهاده في المغرب كاع ما نسبو ما عطاك والو. هانتايا نبوسوها. خميسه خميسه، قول لي مبارك مسعود. نوض مبارك يتصور معاك، نعطيها مبارك يتصور بها. الحمد لله تعالى. غير حنايا ما كنحتاجوش عباد الله اللي بيقريونا، فهمتي؟ هذوك اللي بغا يقريونا في اليوتيوب يقرا يكرم، واللي يقراو دوك اللي في المغرب. اما حنايا عندنا ستيل ديالنا في المغرب، كاينه شحال من مليون، شحال حسب ليا في الماكينه شحال من مليون. قال لي حسب دوك اللي في الخارج شحال، وزيد عليهم ديك 15000 دخلت للسبده، هي هذيك فتنا 40 مليون. ايوا 40 مليون ياك، 40 مليون لابد تكون فيها شي 10 المليون تعجبهم لك الاسلوب. الله عليك، كلمه اسلوب، واش هذا اسلوب حوت ولا شنو؟ تعجبهم لك الاسلوب وتتفرجوا فيه، وانت كاع وانتم كاع تكلموا بديك اللغه العربيه وهذا وهذا، وبات فلان تتفرج فيك ومرت فلان تتفرج فيك. لا، حنا عندنا الجمهور ديالنا خاص. عندنا شوف دابا، حنا عندنا الماركت ديالنا، وي تارجت سيرتن نمبر اللي تيعجبهم الكلام ديالنا، فهمتي؟ لا حنا كوبين نتكلمو الكلام ديال الطبوحيت، نتكلموه، فهمتي؟ واخا حنا جاهلين، بدون شهادات، بدون تفاقات، بدون دكتوراه، بدون ماجستير، بدون فاكين روبش، فهمتي؟ لا، اليوتيوبرز كل واحد اللي بغى يسب، واللي بغى يدير شي حاجة يديرها، كل واحد من الحرية. واليوتيوب راه كبانيه قداش راه عندها القوانين ديالو، عندها راه هي تتراقب. الا ما عجبهمش داك الاسلوب غادي يحبسوا القناه، فهمتي؟ ما نحتاجوش حنا اليوتيوبرز يقول لك هذا وهذا وهذا. لا سيدي، ما لا، خليهم يقولوا، راه كل واحد كي عنده الجمهور ديالو، فهمتي؟ كل واحد عنده الجمهور ديالو. انا عندي الجمهور ديالي، تحيه الجمهور ديالي، تحيه. هذه راه ليكم نتوما، هذه ليكم نتوما، بدا بكم نتوما، هذه ما تكون شاي شتيها ليكم نتوما، ليكم نتوما، نتوما تستاهلوها. والله يكون عندنا شي قهوه في السلطان نعلقوها فيها، فهمتي؟ ليكم نتوما، نتوما اللي شجعتونا المغاربه في العالم، ماشي في العالم، التحرير. فهمتي كيفاش القضيه؟ بسم الله، بلاتي نعملوا لها واحد الاروزي. نقول بديك اللغه، بديك اللغه اللي باري فرونسي، اريزو هذا. واش من الكيسان، واش من كل نجيبوا نحلوا شويه ديال دي فان موس، اللي ما نقدرش نقول الشامبان، انا قلت الشامبان غادي تقول هذوك باري فرونسي يدعوك، فهمتي؟ هذوك باري فرونسي ما عندهم ما يديروا، غير يدعوا في عباد الله، فهمتي؟ ساعة عطاهم هذاك اسمو هذاك بوزرويطة، تصنت ليه، جبت معايا مترجم باش يترجم ليا من البارلي فرونسي، ترجم ليا الدارجة، عطاهم الدق، قال لي هذا ما هذا، قال لي لا، واش دول على قدا، قال لي حدود أوروبية، شنو هو من هاد الحدود الأوروبية؟ نتوما هاد الأوروبيين العطاية هادو البي كومينيس، دعيني المنظمة ديال السوق الأوروبية، وانتوما تتشجعوا في التيروريزم. قلت الحلول ديالكم هو اسبانيا، يا والحلول ديالكم هو اسبانيا، وديك اسبانيا خوات بيكم، خلات التيروريست يدخل عندها، فهمتي؟ فهمتي كيفاش قضية؟ فلهذا صعبات تمشي للسما، ما مشاتش،
اسيدي هي بالصحه بالصحه بالصحه. او هيا نضربوا الشامباين نضربوا الشامباين مال انتم هذا واخا غدا غدا غادي يقول لي شي واحد كيفاش نضرب نضرب الشامباين. اسيدي خذ سكرك احنا عاد نشربوا الشامباين دابا هنايا. هاي 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 كاع الحفل اللي دوزنا في بلغريفيا ودوزنا في هاوس اوف فورز ودوزنا دي كاع. يا سيدي انتم صحتكم صحتكم انتم هذا امتى غادي تعطيني شي حاجه اخرى؟ عطيني حكدا 500,000 عاونوني عاونوني انتم الجمهور الجمهور ديالي عاونوني باش ابوني ابوني سبسكرايب شاركوا فرقوا وغرقوا. حتى هي ما عندناش نبقي نضرب على شويه انتم الله الله يطيرني. قال لك طيرني واحد المغربي من دوك بالي فرونسي كان مقطع ماشي شركه الثمن رخيص. قال لك جاتو ديك جاتو واحد الميساج في الماكينه ديالو قالوا لي خذ فلوسك لان المغرب حبسوا حبسوا لي فول. ولكن كما القاعده خلاو الرويال وخلاو العربيه. يوم ني جو مي بغا مسكين يقطع في هاد الشركات هو كان مقطع ب 2800 هما العائله ديالو هما اربعه بهم جوج دراري وجو هو مرتو فهمتي. يوم سيدي ني بغا عند الرواي قالوا ليه 3800 3800 يورو باش يمشي لاكادير. هو هادو واش هاد المغربي هذا هذا بارلي فرونسي اللي بقى كيتكلم علينا يقول لك هذا وهذا واش ما شتيش اللي كسمو الفيديو ديال التيجاني ماشي تيجاني طوانجي طوانجي ما شتيهمش وسير شوفهم وعادك الساعة قطع على الاخر قال لا انا غادي نمشي لكورسيكا. شوف هذا هذا بارلي فرونسي غادي يعاد يمشي عند بارلي فرونسي عند لا ليجيون دونور هذيك فرون ليجيون بغا يمشي عند ماشي ما تعرفوش شناهي ليزي الكناري ولا ماديرا ولا ايبيزا ولا مايوركا ولا فلوريدا. يمشي لفلوريدا يشوف داك المنزع الاولى ودخلوا مشي دي ولادو تما داك الثمن اللي غادي يقول لك يمشي به 4000 اللي حسب لي رويال يمشي بها لفلوريدا. ولا كاع ما بغاش يبغى يجي عندنا حنا مرحبا به يشري الطوموبيله يدخل في الغار يخرج ويمشي هو هو دافن دافن ولا الكورنو وراه تما غير خصك تكون الشمس والهوليداي مزيانه. وهذا قال لك غادي غادي نمشي ندوز هولدي في كورسيكا. هو هو عايش في بالي فرونسي وغادي كورسيكا. راه شوفوا شوفوا الفيديو ديالو تكتب قال لك زادوا عليا وزادوا عليا. ولكن انت يا اخي دابا ديك 4000 يورو تقدر تمشي لمراكش ياك تمشي لمراكش تاخذ لك واحد الباكيج تو يمكن لي وتقام عليك ب 4000 وكذا خصك تمشي لاكادير ومن مراكش كري الطوموبيله وشد ديك الاوتوروت وسير سير شوف امك قال لك حكا ولادي بغا يشوفوا سا كرامير ابني ولا بغا يشوف لا كرامير ديهم الكرامير ولا كرامير والله ما عرفت ديهم سيدي لمراكش ولا خذ كاع باكيج تور لاكادير خذ لك ثلاث سيمانة خصك شي سيمانة شهر ها المسألة كي دايرة صافي ثلاث سيمانة سير شوف امك وتبحر في البحر الموسخ عامل زبل عامل خرا فهمتي ايوا تكتب علي تكتب علينا هنايا. قلنا لكم حنا ما تمشيوش للمغرب المغرب هذا العام والعام الجاي والعام اللي البارح ما تمشيوش ليه راه تي غادي يشفركم يقولوا هو اللي قال لك حنا رجعونا بقر حالو ولا ما عرفتش شنو ويلي انت انت عرفتيها ما تمشيش للمغرب يا اخي. اش داك الشيء مغرب اش داك الشيء مغرب اللي مهم وانت ما هاد ولادك هادو بتعلمهم الشلحه وعلمهم الشلحه نتايا اش هذا فهمتي قالك واحد ما تعيرش شلوح اسيدي ما عيرش شلوح شكون قالك يعيرش شلوح انا عاش داك الشلح هذاك هذاك الشلح هذاك هذاك اخلوش هذاك الشلح راه شلح ايوا من تبدا ماشي ماشي تا فراو ماشي هذاك ولي قالك واحد الله يعمر هذا ساكن حدا في عين السبع ويسكن حداك في عين السبع هي راه ما انت كاع ماشي داك السبع اللي حداك تما في الزو هذاك تمشي له ياكلك بحال بحال اسمو بحال اخلوش اخلوش كان الخدامه ديالهم قالك الله يعمر هذا ما على بحال ما قلناش لك الله يعمر هذا يكون اللي بغا هنايا فهمتي هنايا دابا بني هو في هذا المنصب هذا من هذا المنصب اللي عنده شحال من وزاره تحتو ما حد هو تما وحنا ما نحترموش نهار يخرج الله الله هذا ونقولوا له الله يعاونك الله يسهل عليك وهذا ديك الساعه نتكلموا مع الاحترام وكل شيء فهمتي. قال لك واحد انتوما اليوتيوب باكي العلم عيوت تتعيروا في رموز الدوله وانت يا هذاك اللي في كندا هذاك ولد المقدم انت كاع ما شتي دوك الرموز نهار سبونا نهار المقاطعه تكلمتي علينا ها شكون علمنا السبه في عمرك شتيني انايا فين
انا البيت 2019 على البيت سبتمبر فاش بديت. علاش؟ لان هادوك الرموز، الرموز ولا الرابوز بلا الرابوز راه كاين عندي لها، فهمتي؟ الرموز هادوك الرموز راهم يسبونا، قاطع ولاد القحام، المداويخ، نبركم على قرعه، نبركم هذا، انا مواطن ندخلكم الحبس، هادشي كاع ما نسيتيه. راه هما اللي يسبونا، هما رموز الدوله. منين رموز الدوله تيخرجوا يسبوا الشعب، صافي حنا غسلنا يدينا عليهم. فلهذا غادي نستعملوا لو لونغاج ديالهم هما، هذا فهمتي. اما اش قد دافع عليهم برا كامل دافع، فهمتي؟ لك الحريه، قول لي عجبك على باش تخدم، ولكن كذلك انا عندي الحق باش نرد عليك، باش نرد عليك مثلا معك التنس. لا فلهذا فهمتي، ما بقاش تقرينا ولا احنا ولا تقرينا لحد 70 عام تقرينا. واش المحاربه الاميه ما قراتنيش عاد جديد تقرينا على اليوتيوب تيسبوا فهذا تيشتموا في رموز الدوله. شكون هو رموز الدوله؟ شكون هذا اسمه هذاك ديال الديانه، هذاك اسمه احمد توفيق، هذاك رمز، هذاك رمز اللي شاد لينا الوزاره. اش تعلمنا من عند الاسلام؟ اش علمنا في الاسلام؟ ما علمنا والو 20 عام ما علمنا، كنا قرانا غير حزب في العام، كنا طلعت في السكه وهوت فيها ماشي ديال المشيده ديال اسمها فهمتي. اش قرانا؟ الائمه ما تيخلصهمش، ما عندهم لا ضمان اجتماعي لا هذا لا لا لاكي سوسيال. وعلاش هذا 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 رمز لاخر هذاك ديال الاذاعه، تا هو هذاك تا هو رمز، هذاك شنو هو؟ هذاك موظف ديال الاذاعه صافي وشد 20 عام. علاش؟ لان قلت مربينا في القصر، هو القصر بغى لي ربينا في القصر هذا بي ينكفينا حنايا 20 عام. اش دار الاذاعه؟ اش فهمنا؟ كون كانت الاذاعه مزيانه غادي يقريونا يديروا لنا برنامج اليوتيوب، كيفاش تكلم في اليوتيوب، الو وبدا نتفرج فيهم تعلموا، ولكن ما عندهم ما يعلموا فينا، حنا غنتعلموهم فهمتي. هذا هو بحال هكا اسمه داك سبيك انجلش اللي قال لهم انا فيا كورونا في داك السبيطار هذاك، هذاك قهروه اسمه هذاك العريش، ما خلاش يدوز داك العمل ديالو في التلفزيون. ايه واش تي دابا تيدوز العمل ديالو في شي شمار فاش اش من القاده شاده ولا شي حاجه ما عارفين يدوز فهمتي. ها نتايا هذاك الصلاح ديك طراس بولبه ديال سميك الدوله هذيك ديال الاستابليفت، هذيك تا هو كان يجي تما يانيمي داك البروغرام على هذا على الاخر. كان فلوس ما بغاش يخلص لي الطوال، ما بغاش يخلص لي الطياره، يسحبوا غادي يجيب الطوموبيله 4 ايام ديال الطريق، ماشي 4 ايام او غادي يدير 8 ايام باش يجي، ما بقاش لي الوقت. اذا كان كل 8 كل جوج سيمان يجي 8 ايام ديال الطريق باش يعمل لي برنامج في ديك الاذاعه. ايوا الله يرحم باك، حنا ما تقهروناش بديك الكلمه رموز الدوله، ما كاين لا رموز لا والو. هادوك راه موظفين مول ديال سيفل سيرفنت، راه عندكم سم هذاك في ديك كندا سيفل سيرفنت، حنا تنخلصوهم بالضرائب ديال هادشي فهمتي، هذا تنخلصوهم. ايوا يخدموا معنا ولا يقودوا، راه قال الملك انا ما قلت والو، واش انا غنكون احسن من الملك؟ انايا الملك انا في الخطاب ديالو قال باللغه العربيه وحنا ترجمناها باللغه الزنقاويه، ها هي خدم ولا قود فهمتي. صافي منين ينود السلطان ديال البلاد ويقول لك هذا يقول له هذا، والاخرين باركين ما نقدرش ندفع استقاله لانه الملك. ادفع استقاله شكون ما كدافك ياك انت اللي غتمشي لك الوزاره؟ عطى الله الناس. واش السيد على 77 وباقي يشد ليا وزاره الديانه؟ او كون خرج لاروتيك لاروتيك في المغرب 60 عام في الوظيفه العموميه 60 عام واقيلا. ايوا يخرج عنده ديك التقاعد ديال البرلمان، عنده التقاعد ديال الوزاره، عنده التقاعد ديال الشفاط، وعنده عاد خلي الاراضي ديال كيف. ايوا فهمتي. ايوا معيش ولا خصو يشد ديك الوزاره باش ولادو بديتو يتبوضو علينا بالبنتليز فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ايوا ما بقينا تقريونا حنايا، كل واحد يقري كرو فهمتي. حنا انا تلعب لهذا البرنامج هنا اللي عندي واحد الجمهور، وانا تا نقول تنعتذر للناس اللي تيكونوا يتفرجوا مع ولادهم، ماشي هذا البرنامج ما يليقش لكم، ولكن الا كانوا ولادكم شويه كبار شويه راه خصهم يشوفوا بحال هذا البرنامج باش يعرفوا كيفاش الدوله تتمشى، كيفاش هادو تيسيروكم، كيفاش ماشي تخليو لك هذاك اسمو الكوتون دورو به باش ميتهرش بقى عليه. لا خاص تخرج ولدك يشوف البرامج بحال ديالنا باش يعرف اللغه ديالك. يقول لك با هذا، يقول لك با هذا،
فسر لي كيفاش يتكلم هذا، اش منو غيتكلم بها، خصو يتعلمها، لان غدا بعد غدا يمشي شي اداره ولا شي واحد يبي يسب فيه باللغه هذيك اللغه ديالها، غادي الدراري ما يفهمش. ايوا خصو نقريهم، رغم انهم باقيين مينور، ولكن مين هما مينور؟ علاش ما تخليوش في المدارس يقراو؟ نقول لهم حق المعلم ما جاش، ما كاينش سبلاي تيتشر، ما كاينينش دي زاجونز ديال المعلمين، تعيط لهم يقول لهم يجوا كيما بكري، من بكري كانت البومبيه، من تمر تعيط للطبيب ديال البومبي اللي جعنا كيداويك تخلصوا، فهمتي؟ سرفر، ساعه عليك شي ما نبقاش دابا، دابا تقول لك سير للكلينيك، تمشي للكلينيك اون فا فيغ ان بيتي اوبيراسيون، تدخل هنا وتيقتلوك، وتيقيدوك مع كورونا باش ياخذوا لا كوميسيون. قال لي شكون اللي انت شكون اللي وراك باش تسقسي في هذه الاسئله؟ قلنا لك دخل سوق كراك وحنا ندخل سوق كرنا وصافي، والغادي هذا غادي دقه دقه نلعب الكره مالياش اش من الكره الوداد الوداد والرجاء مالهم؟ هو المساك ما كيديوش. تحيه الرجاويين الدرب السلطان ماشي العروبيه دي. واحد الاخ كتب لي قال لي تحية لواحد الاخ تقول لي الزيتوني، واحد انس الياسي معنيش، واحد قال لي كاين واحد كاين محطة القطار في تازة، ما عرفتش انا حتى ما قاريش الجغرافيا، ديك كنت قاري النحو كنت نخرجها في الاعراب معنيش، ولكن ما كاينش التران في تازة، اكيد السكة الحديدة في تازة، انا ما عرفتش ها في المحطة كانوا في تازة. وقالوا لي عاوتاني قالوا لي بان الطوانجي الطوانجي ترشح انتخابات، علاش؟ وانتوما انتوما نقول لكم شلوح شلوح يلاه معليش، ولا الامازيغ ولا الاكادير الاكاديريين صوتوا على هذا الطوانجي، صوتوا عليه صوتوا عليه، ما تخليش ولد القحافي يقلبوه، صوتوا عليه لانه غادي يتكلم على راسو ويدخل فلوس لجيبو، معليش حنا غير نشوفوه طلع تما صافي، هو ما غادي يقضي لنا والو، لان هذاك باد هابيت از هارد تو داي، فهمتي؟ غير بغينا يترشح هو ولا كان اسمو اللي كاين الفوق هذاك اسمو اسمو مراد الصغير، هذاك مراد الصغير هذاك حتى هو خصنا نرشحوه باش ملي يدخل البرلمان يولي مراد الكبير، فهمتي؟ هذاك دكتور عسكري باش من تما حتى هو يدخل شي كلينيك يبدا يصلخ فيه، يصلخ في عباد الله، معليش هذاك بغينا نصوتو لان وجوه جديده عينا من هذا الكلاب هذو هذ الفلاشه وهذ الاسلاميين وهذو ما كاينينش، كون كان غير شي مسلم بحالنا غير منافق نصوتو عليه، وكي ما كاينينش كاين داك الزيانه ممكن تيعريو فيه كل مره معرينو، علاش؟ على والو، شادين لي ولدو شادين هذا واش عباد الله، واش هادي دوله؟ ايوا كما اوروبا ما اوروبا، ولكن هذاك بروتاج تكلم مزيان تكلم مزيان، لا حنا واحد ما تكلمش مزيان نقولو ما نتكلمش مع هذوك الاذاعه بغا يقشبو عليه ساعه قدهم، قال لهم هذا ايوا انت دوله قداش وقال حق لوغوب لوغوب سي لي فرونتيير دو لاش من لا فرونتيير ديال لوروب من الفرونتيير ديال لوروب ديرو لنا فاكين هنايا دخلوا لنا الناس بالباسبور مدرعه، لا قال لي راه ماشي كيف، لا 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 خلي لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح مدرعه بالك بحال قلتي شي كيف بكري قلت شي الكيف تنقي من الزريعه وتدكو بحكا بهذاك الموس وتجيب معك واحد الورقه ديال الطابه وتدكو وتدرحو بها، هذا هو واحد الترم الناس تكملوا كيف القدام دابا بقى والو بقى هذا لحنا الحنا لي بلاك عامرة حنا ويقول لها كيف تكيف، لا بكري كان راجل يتكمل كيف يمشي عند بوجدي يطلع لي من الشجم تقول لي خشي فلوس تحت الباب وتيلوح لي قبضة من الفوق، كان داكشي التراست فهمتي تيعرفو تيقول لي تيخشي الفلوس تحت الباب يلوح لي قبضة من فوق صافي تيديها وينقيها ويزرعها الزريعة يقليها ويصب بها غريبة. دوكا في المهرج يصبوا بها غريبه وهذا دابا قال الناس مدرح، لا يا خويا اسمح مدرح هي زعما كي مزور ماشي هذاك الكيف من الدرح، لا انا عرفتك منين جاي من هالجهه ولا من هالجهه بحال جاي منين ما عجبك تنفهم، اسمح لي ما الا ما 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 ما, ما فسرش لك ما عنديش الوقت باش نفسر لك، علاش؟ لانهم تيحرقوا لي الفيديو، راه دابا جوج فيديوهات واقفين في لاكار انتم تفرجوا فيهم ولكن واقفين في لاكار ما تصور عليهم والو، ايوا دابا اذا ما صورنا فلوس ما غاديش نشروش بحال الشراب. قال لي المغاربه سيفط لي شي قرعه، اخويا نسيب لك قرعه ولكن فاش نسيبها لك؟ ياخذوها لك الديوانه يقولك دوله اسلاميه وشدوك،
لا ملي لا جيدي هنا مرحبا بك غير يحيد الوباء الوباء هذا الشيء انا حنا قلت لكم مشيت اليوم على عينيا مشيت دخلت تما طاف طاف هذاك الشيء في الرونديفو بام دخل هذا طاف شوف هذا الشيء شوف هذه شوف هذه قطروا لي قال سير هي وحده واحد ربع ساعه داز ربع ساعه رجعت خشوا لي عيني وتضربوا لي بالبرد عاد يقول العين اخرى كيقول شو هاد الضوء وتيدير بوم قلت يا سير بحال تل تنجوبك شتي ما كاين السيكريتي لا والو ما كاين والو دخل هذا داكشي خفيف وظريف في المغرب خصك دير عليه فيلم فيلم انت مع مول الطاكسي انا مع السيكريتي اما انت مع ديك ديك الفيغمي لا كارت ناسيونال عندك لاكي سوسيال ارى البالا ارى ان شيك ان شيك واش هادي ان شيك نحيدوها من دي مانيش قال لي واحد واحد قال لي هذاك موس 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 بولو ماش بينا هو هذاك قال لك نسيتو ما نسيتو والو حتى نشوفو شي بعد المره بعد المره نشوفو عندك مونا 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 داك 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 جاب لي في الامريكان جاب ليها جاب ليها جاب ليها جاب ليها اسمهم صحاب 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 اسمه البوليساريو واحد من طنجه جاب ليها جاب لي ديال طنجه وخيت تبعو شوفو دخل على مونا ودخلوا معاه غير هو مشاو يتكركبوا عليها يتخلع بدي على قولي الرايات على قولي الرايات فين على قولي الرايات فهنا في الماكينه يتخلع حتى هي بوحدها بنت عندي وديك بومبي ديك بومبي ماشي هو فيها الغوات دي اما جا ايوا دي ايوا دابا خلعوا خلعوها دابا راه شك شك في ذاك اسمه هذاك الجبلي في الميريكان تحيه الجبلي في الميريكان قالك البوليساريو مال البوليساريو وكيل البوليساريو في الميريكان يا سيدي ما عرف ايوا رد البال البوليساريو اللي يهجموا عليا قال لي راه مقابلهم في الماكينه قال لي عنده بحال ديك الباراتروب ديال اسرائيل تيشوفوا داك اسمو داك الصواريخ اللي جايين تيطلع لك الباراتروب تيبوم يفرقع ديرهم في السماء بحال شي عند اللي عند اسمو هذا المروكي عنده في الماكينه تيشوف شي واحد يبغى يدافع عليه تيطلق عليه في السماء تيحرقوا نصروا على عباد الله في كنا صافي تكلمنا على رموز الدولة أو الناس ديال هذيك الدولة هذيك ديال هذيك ديال كندا قال عندهم فيكتوريا داي تومورو اليوم كان عندهم فيكتوريا داي ولو هذيك عندهم ديك كندا داي اليوم فيكتوريا داي شي مرة تسمع العضراوي داي مالناش فاش لحقنا لحقنا هنايا تلقين دعاية تلقين دعاية بديك اسمها اسمك الدرية دنيا الفلاني حتى كنت تتكلم على المومني ودات مع واحد محاضرة منورة او دابا تلقى الادعاء قال انا مشيت لكندا حتى في اسم هذيك الدوله الشينوا خطا داك هذوك الشيء وتكريه ب 10 دولار يمشي يقتلها فهمتي فهمتي او ما كاينش السيكريتي ني ويت وقال انا مشيت لكندا شي مره جاي تشوفها في كندا حدا العدراوي هادشي هادشي انا حتى مش مع المخابرات ولكن الناس قالوها ليا هو ما نقولش شكون اللي قال ليا واش نبيع هذا الاخر ايام عندنا نبيعوا بعباد الله ما بيعناهم حتى ملي كنا في كنا هنايا فهمتي كيفاش قضيه اشنو هو عاوتاني المصيبه هذه باش نوضوا شكون هو هذا شو يا احمد تحياك اخويا تحيه تحيه دابا نقرا ميساجك من بعد منين ايوا هادشي اللي كاين باش ما كاينش حاجه اخرى نتكلموا عليها تحيه لطيفه من اكادير لطيفه من اكادير ايوا شنو ايوا هادشي اللي كاين صافي كاينش نطولوا فهمتي ما تنساوش تدعمونا دعمونا دعمونا فتنا 128 128 ما بيعش في عامين في عامين درنا 128 هما وما تنافقوش هما كون بينا حنا قال لك اللي بغيت تاخذ اسمو ادسنس عير الملك اش انا عير الملك واش انا ما عرفنا عيرنا تاع اليزابيل عندنا العير وحنا في المغرب لا 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 عندنا كي عندنا لو برينسيپ البرينسيپ لا 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 ما نمشي باش ناخذ ادسنس لا لا ما خصني لا ادسنس لا والو انا غير بكم نتوما هادوك اللي هادوك رموز الدوله خصنا نحيدو ديال المهم منين نحيدوهم غاديك الساعه نمشي ندخل بوجهي احمر عند السلطان نقول له ها اللي كاين وها اللي كاين وهذا ونيغوشيت وتكلم معاه ديك الساعه نقول له شوف علاش تاج ما ديال العسكر البرلمان رجعوا اوتيل والوزارات رجعوا حتى هما اوتيلات وبدنا التوريزم الداخلي السياحه الداخليه كاع دوك الوزارات لا دوك الوزارات لا الحيلو صافي خلي غير وزارة الخارجيه يشدوا العسكر وصافي تم وزاره الداخليه معلم المقاطعات معلم ما ندير بهم
ونبنيو السجون. السجون كثر منهم، السجون نديرو السجون المفتوح والسجون المسدوده. وما نخليوش هذيك اسمها الحراسه النظريه والحراسه الاحتياطيه، نحيدو ديالهم، نحيدو حتى من الناحو، نحيدو من المنجد ديكسيون ولا روس، نحيدو ديالهم. ما بقاش داك القديم، ما بقاش عنده يقول الحضاري والنظريه باش يحط معكاز، ما تيبغيش يبحث ما والو، ما تيبغيش ياخذ ريسبونسابيلتي. ما واحد جايب دارو انت معروف، انت مشي جريده وعندو هذا هذا، وين ما تخليش دير لي السنطه، دير لي السنطه في الجلاود وحبس عليه لي فرونتيير. ولكن الفرونتيير تدور معاهم يخلق الدوز، بحال هذاك اللي داير سمو ديال الدوله هذيك بيلاروس، باش تزين ما هذيك القحم. خلو الطياره الطياره غادي من لاكريس، غادي ديك دوك الدول الصغار اللي ولاو جداد يديروا، هما يعملوا لها واحد ديفيرشن. اشدوه لانه حماري. ودابا راه دير هيلالا الامريكان والانجليز وهذا وهذا، قال سي لا بيراسي هادي شنو ولا ولا هادي كان بغا يدير افقير. كان ملي كنا حنا في المغرب، كان القذافي غادي لموريتانيا القحبة افقير. قال الحسن الثاني، قال لي عندي البلان دو فون، راه نقدر نشدو. قال نهودو، ماشي غادي يهودو في الدروج، غادي يهودو. صح الحسن الثاني قال لي لا غادي تشوه على العالم. والله كون خلا ديال المصابي يدير عليه، كون تهنينا من القذافي وتهنينا من الجزائر وتهنينا من البوليساريو بكري. ولكن الملك ما خلاش. سقسيو عليها، سقسيو واش من الشكام. وهذي داروها غادي واحد معارض غادي هو صاحبته لواحد الدولة من لاكريس، غادي لواحد الدولة حداهم تما، والطيارة خاصها تدوز ديك الناحية. اليوم دابا اليوم وزير الخارجية قال لهم تا طيارة ما تمشي في السما ديال الكاس مال ديك الدولة ديال اللي فيها ديك الحرام هكا داك البريزيدون. حنا مصرين روسيين ايوا خطب طيارة، صيفط لهم جات، قال لهم بحال كاينه بومبا، واش البومبا ما تفرقع حتى جات السما ديالكم نتوما؟ صيفطوا لي جات واسكورتاو هود الطيارة ديك راينير. ايوا دابا نايضة هيلالا يدوز لكم في الإذاعة، ما يدوزهاش لكم، لا، قال لهم هذا سبع أيام من عندي هنايا، عندي هادشي اللي كاين، مانشستر سيتي دات شابيونا، ايوا يونايتد راهم تما في لاكوب كوب دورو، ايوا صافي هذاك، تشوف، وهذاك اسمو ديال ريال مدريد ما عزلوش في لا سيليكسيون، ما عزلوش من يديرو به، نسيت سميتو، الله يسميتو، دابا قديم 10 سنين مع الإسبان. تلعب في ريال مدريد، إوا هادشي اللي كنتي، صافي حنايا قولي لي مبارك مسعود، وصافي هانتوما تشوفو، واحد ميتي جداد تي 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 في المغرب تيبيعولك بحال هاكا، تيبيعولك مصورة من القحاف في المغرب، هنا اليوتيوب تيستراكو، تيقولو لي هاهي الحكاية لهاد الجهة، هاهي الحكاية لهاد المدينة، هاهي الحكاية هنايا، أنا باك الفراش ونجي نطق، قالي هود راهي قدام الباب، حتى أنا حليت الباب، وهو يصورني. وخت اشتي في المغرب كاين داك الكونسيرج والقحمه اللي يبيع 20 القهوه هي الحاله الجديده. مشى جاب شي واحد من العرب يا بني عمو، قال لي عاود غسل الطوموبيل قدام القهوه، ما تشاول معمول القهوه لا والو. دابا تجي باش تشرب القهوه خصك تخلص. ايوا هنايا القهاوي فيهم الباركينغ فري مول القهوه، باش يجيب كليان خص يكون عنده فين يحطوا الناس، يحطوا الطوموبيل في المغرب تيخرجوا عليهم. تيجي واحد يشرب القهوه ما عندوش بزاف الفلوس، فهمتي، خصو يخلص غارديان. هادي واحد كتب عليا شكون اللي قال لي القهوه الكونسيرج ولا القهوه فيهم السكريتي، قواله ديال البوليس، قواله ديال